بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تجار السوق المغطى على حسب التطور ديال الاحداث اللي راه واقع حاليا، مشينا اتصلنا بالسلطات المحليه بالنسبه للاجتماع درنا معهم البارح. اتصلنا بالعماله مع السيد ديال الشؤون الداخليه وتبرأت هو بالمشكل، صافتنا ردنا المسؤوليه للسيد رئيس ديال المجلس البلدي والباشا، يعني ملف خاص بهم. مشينا اتصلنا بالسيد الباشا وجالنا النتيجه من النهايه ديالها، قال لك انني انا ما غاديش ندير معكم شي حل. الحل ديالي وهو جمعوا الماتريال ديالكم وخرجوا على برا. قلنا له يا ودي حنا راه عندنا استمراريه في هذه الحياه، راه ما يمكنش تقطع الارزاق انت بين عشيه وضحاها. واكد على القرار ديالو انه يسد البيبان ويرمي الناس للزنقه في انتظار ان ما عرفناش وقاش غادي ينتهي هذه الاشغال ديال هذه المنصه التجاريه اللي هي حنا اصلا كنرفضوها. حنا رفضناها من الاصل ديالها ولكن دروك لزمونا بها، وفي النهايه ولينا قلنا سيدي نلتزموا حتى حنا بهذا القرار ديال الهدم اللي باغيين نديرو اللي اتخذته البلديه مع الطرحين. على الاقل يلتزموا بذاك القرار اللي خذوه هما، وما دروك يفرضوا علينا بواحد الطريقه ديال العنف. يعني ما التزموا لا بالقرار وراهم كيديروا اللي عجبهم، كنمشيو عندهم الاداره كيتعاملوا معنا بشكل اللي كتجي هنا للميدان راه كيخدموا شغلهم، يعني بدون ما ياخذوا بالاعتبار لا وشنو راه واقع ولا المراعاه للناس، واحد العدد ديال العائلات اللي راها هنايا والمسائل. على اي نحن دروك كنطالبوا المطالب ديالنا اللي هي اساسيه على الاقل، ولو كناكدها اننا حنا ما راضيينش بها، ولكن في نفس الوقت ملي فرضوها علينا بار فورس، يعني هذه بالقوه، ما هذا عنف ديال السلطه، يعني عنف بمعنى الكلمه. ملي وصلنا لهذه الدرجه ديال التعنيف قلنا نقبلوا بهذا القرار اللي اتخذته البلديه على اساس انه داز والسلطه كتلتزم، كيقول كنلتزموا باش ننفذوه. احنا اقلوها ما اقل ما يمكن يعني نطلبوا حاليا، وهو يخليونا نشتغلوا في المحلات ديالنا الى حين يوجدوا لنا البديل في المنصه التجاريه، وانذاك نقدروا ندخلوا معهم في، وحنا مستعدين حاليا يعني نتعاملوا معهم في هذا الاتجاه، ما كان حتى اشكال. ولكن باش غادي يهجرونا بهذه الطريقه هذه، حنا ماشي عدوانيين حتى لهذ الدرجه، حنا راه كنتعاملوا مع الاداره، كنعترفوا بالاداره لان حنا قانونيين، ولكن يلتزموا بالقوانين على الاقل ياخذوا شويه بالاعتبار. هاد الناس هادو راه ماشي انا رانا لاجئين ولا مهجرين ولا ما داروش معكم شي مهله ولا شي مده انكم حتى يكملوا السوق التجاري. حنا لحدي الان الا بغيت نقول لك من الاصل ديال هذا المشكل هذا من البدايه ديالو ما كانش شي تواصل. حنا ما تواصلوا معنا لا النهار اللي دشنوا هذه المنصه التجاريه، من بعد واحد 7 شهور ولا 8 عاد وصلنا الميساج عن طريق القايد ماشي ديال المجلس البلدي، هو اللي مشينا استفسرنا لقينا المجلس البلدي ما خبروش هذا الشيء هذا. ومن بعد عاد كتطور الامور كيولي وقال ان الناس هادو بالفعل راه حتى هذه المنصه التجاريه راه كتعنيكم حتى انتوما، وهي بواحد الغرض يعني باش ينجحوا هذه المنصه هذه، يعني بغاو يضحيوا بنا حنا كتجار من هذا السوق المغطى هذا. ومع الاحداث اللي كانت يعني كاين شي تحديد يعني ديال شي موعد ولا هكا، لحد الان ما سمعناش يعني هذا الشيء بالقطع، ان عطاو لنا شي مهله ديال يومين ولا ديال ساعه ولا زوج سوايع. الصباح كنا معاهم في الاجتماع، البارح ضلينا معاهم، ما كان حتى شي تحديد ديال شي تاريخ. والواقع راه كتشوفوا بعينيكم يعني الامور يعني واحد التحدي يعني ديال عنف بما يعني بالمعنى ديال الكلمه ديالو قانون الغير. يعني ملي كتكلم معاهم يعني ما كياخذوش يعني بادنى يعني شي حاجه يعطيك شي امل هكا انك بشر في هذه البلاد، ما كاينش. يعني وصلت لهذ الدرجه هذه راه اشكال صراحه، اشكال هذا. يعني وشنو هو دروك، راك تشوف الواقع دروك فين ولا
وفي هذا في هذا الاتجاه هذا نبهناهم بالامس فاش قال الرئيس حتى الاربعاء ان شاء الله اييه والبارح نبهناهم لهذه القضيه ان الامور هذا راه غادي تمشي في الاتجاه ديال الصداع يعني كما كتشوفوا وحنا بالنسبه للاجتماع اللي درنا البارح مع السيد الرئيس ديال المجلس البلدي وعدنا انه غادي يكون عندهم اجتماع غدا وعاد غادي يرد على المطالب اللي طرحنا له واذا به كنجيو وكنسمعوا انه غادي يقطعوا الضوء ويقطعوا الماء غادي والسياج نطلق الصباح واتصلنا به بالتليفون الصباح بالسيد الرئيس ومع ذلك ما لم يحرك ساكن والوضع راه ولا كما كتشوفوا. شكرا.